بص بقى، احنا كان اسمنا فرانس فوريفر بس غيرناه لاندال فوريفر بقى عشان نكون يعني فيرو صادقين مع بعض. يلا دارين جهزي انت كمان للنداله. ميرسي يا جماعه بجد، بس ان شاء الله ما يبقاش فينا نداله. وانا الصراحه انا مش شايفه اي مشكله في اني ابعت لها فويس نوت على الجروب. ايوه طبعا يا يسرى، لا ما فيهاش اي مشكله. يسرى اسمعيني بس، انا ابويا بيكلمني من الناحيه الثانيه من المانيا، لازم ارد عليه. يلا سلام. لا بقى هيشتغل بقى ولا ايه؟ هاي يا جماعة زيكم. بقولكم ايه، انا عازمكم بكرة ان شاء الله على الغداء عندي في المطعم الايطالي. بالنسبة لدارين، دارين انت يمكن مش عارفة اني انا عندي فندق. خلي دينا بس تحكي لك وتقول لك على العنوان بتاعه. انا مستنيكم بكرة على الغداء حوالي تقريبا الساعة 4. سلام. هاي دارين ازيك؟ انا مش عارف لو لسه سمعتي الفويس نوت اللي بعته انا على الجروب حالا ولا لسه. لا بس يا ريت تسمعي، انا مستنيكي بكره. سلام. سمعتها ان شاء الله. ميرسي جدا يا ألف. ثانك يو. هاي يا جماعة. هاي. هلو. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. مبسوط اني شفتك. وانا كمان. تاكي. بليز. ميرسي. هاي بابا. هاو ار يو بيبي؟ جود حبيبي. ثانك يو. دينا. خشي كرسي. سوري. ثانكس. منورة. ثانك يو ميرسي. وايه القرف اللي بتعمله دينا ده؟ شايفة؟ حد عايز يروح التواليت؟ يلا لازم نروح التواليت. مكان حلو قوي على فكرة. بجد؟ I like the lighting. منور كده. It's very positive. هي دي أول مرة أنت تيجي الأوتيل؟ أول مرة. لا ده أنا كده لازم أخدك تور بعد الغدا. إيه بقى الهبل اللي بيحصل ده؟ أنا مش مصدقة والله. يا جماعة أنا ودينا أصحاب من إعدادي. أنتوا متخيلين هي بتعمل معايا إيه؟ أنا ببعت لها واتساب تيجي وهقول لها تيجي لوحدها. بس انت يا يسرى انت كمان ساكته له ليه؟ وانا اعمل له ايه يعني؟ خلي بالك لحد دلوقتي ما قاليش اي حاجه، ولو اتكلمت معاه في اي تفصيله قد كده مش عاجباني بيفضل بقى يقصر في الكلام ويبقى عايز يقول لي يعني هو ايه احنا في بينا حاجه؟ لا بقى ده يبقى اسمه استهبال. امال رايح جايه معاكي ليه؟ مش بيكلم غيرك ليه؟ خير يا جماعه؟ في ايه؟ ايه يا يسرى ساكته ليه؟ تتكلمي. هو ايه يا دينا نظام صاحبتك يعني؟ انتي مش فاهمه ان في حاجه بيني وبين ادهم؟ طب وانا فاهمها ليه؟ اذا كان انا معرفاها عليكم امبارح. طب يا دينا بما ان انتي لسه معرفاها علينا امبارح دخليها الجروب ليه؟ والله لا، على فكره انا استاذنت وسالت قبل ما ادخلها على الجروب وكلكم قلتوا تمام ولا ايه؟ وانا ما قلتش حاجه. ما بلاش القفش الاهبل ده. دارين لا بتصاحب ولا عمرها صاحبت قبل كده، تمام؟ وعلى فكره بقى يا ست يسرى، انا شايفه والله ان الاستاذ ادهم هو اللي عامل ابروتش الاول، تمام؟ ولو مش عاجباكوا انا ممكن اخدها وامشي عادي جدا على فكره. مش موضوع كده يا دينا، بس يعني مش معقوله بعد كل اللي عملناه عشان نظبط يسرى الادهم تيجي البنت دي بتخطفه كده عادي يعني من وسطنا. والله حرام. يسرى عايزاكي بليز. لا يا حبيبتي خليكي، احنا ماشيين. بالهنا يا قلبي. يلا يلا يا لوبي. يلا بسرعه. يلا يلا. انت عارفة؟ احنا تقابلنا من 3 سنين. 3 سنين؟ بجد؟ ايوة. انت تعرفي جو حداد اللبناني؟ يس اي دو. كان عامل حفلة في البيت عنده من 3 سنين تقريبا وانت كنتي موجودة.
ايوه ايوه كنت موجوده بس احنا ما اتقابلناش مش كده؟ انت ازاي فاكرني؟ في وشوش كده حتى لو شفتيها ثانيه ما تقدرش تنسيها. كملي اكل. انا فاهمه كويس قوي ان رضوى بتسخن بس بصراحه يا دي موضوع مستفز من غير ما حد يسخنني. فعلا؟ طب تمام. انا بقى هقولك على حاجه مهمه قوي يا يسرى، لو بعد الفتره دي كلها وادهم ما اداكيش الاهتمام الكفايه وجد دليل وشغلته زي ما انتي ما بتقولي يبقى فعلا ما ينفعكيش. اخسى عليك يا دينا، هو ده ردك؟ بتبيعيني انا عشانها؟ طب وحياه امي ما هتطول. لغايه السنه اللي فاتت كنا 220 اوضه، دلوقتي من السنه دي بقينا 300. واو امبرسيف. الحمد لله. ادهم هنفر لك عايزاك لحظه. الحق يسرى شكلها تخربها. على اذنك. اتفضل. سوري هاخده منك شويه. سوري؟ تاخديه مني شويه؟ تقصدي ايه بالكلام ده؟ ام سوري يا يسرى مش كده؟ بصي يا يسرى انا ماليش في حوار البنات بتاعتك. واضح ان وجودي مضايق ناس ف ام فيري سوري انا مش هقدر اقعد على اذنك. ما كانش لي اي لازمه الهبل ده كله على فكره. استني يا بنتي رايحه فين؟ على اذنك ما اشوف. يا دارين اوف يا دارين دارين اكيد هي غيرانه منك اكيد. وانا مالي؟ ما تلقحش عليا بالكلام. وبعدين انا لا يفرق لي هو ولا كل الجروب بتاعك ده، وانت الغلطانه انك عرفتيني على ناس بالمستوى ده، اوكي؟ ابعدي بقى انا عايزه امشي. ينفع كده يعني؟ اه. ايه ده ايه ده؟ العبيطه دي ولا ايه؟ اكيد متعصبه شويه عادي يعني. متعصبه يا يوسف تعالى دماغك، مش تحترم الناس اللي واقفه معاها؟ ليه التناكه دي؟ دينا ملمحش البت دي تاني. دي انتمتي يا عامر. بس مش محترمه. وقللت الادب وشايفه نفسها على الفاضي. من فضلك ما تغلطش اكتر من كده. طب يلا نمشي. اتفضل. على فكره اللي انت عملتيه ده كان سخيف قوي. بقول لك ايه؟ انا بصراحه مش عارف ايه اللي مديكي حق انك تتصرفي بالطريقه دي. بس لو فاهمه حاجه غلط او ورد مني حاجه فهمتك انك ممكن تعملي كده، احب اقول لك اني غلطانه. على اذنك. كلهم متضايقين جدا من اللي حصل بصراحه، ومتعاطفين مع يسرى جدا. يا عم يتعاطفوا مع اللي هم عايزينه، انا عندي كلمتي، انا مش راجع الجروب ده تاني. ليه يعني يا ادهم؟ حصل ايه لكل ده؟ عشان ما ينفعش يا عامر، ما ينفعش اول ما تحسوا ان انا في حد مهتم بيه تروحوا طاردينه من الجروب، عيب قوي اللي انتوا عملتوه ده. يا حبيبي دارين كده كده كانت هتسيب الجروب. تسيب الجروب هي براحتها، بس ما تطردش. بقى انا دارين البالي يتعمل لي كيك اوت من جروب؟ على فكره بقى انا اللي غبيه، لان انا المفروض كنت اخرج اول ما مشيت. اهو بيتصل بيا. مين؟ ادهم صاحب دينا. طب ردي شوفي حبيبتي، ردي على حسب كلامك هو ما غلطش في حاجه خالص. الو. هاي دارين ازيك؟ هاي ادهم ازيك انت؟ انا بكلمك عشان اتاسف لك على الحركات الغبيه اللي حصلت النهارده دي. انا بصراحه يعني متضايقه جدا. ازاي اصلا؟ بصي قبل ما تكملي انا عايز اقول لك اني انا قفشت عليهم جدا وخدت منهم موقف، بس انا بكلمك عشان اعزمك بكره على الغدا، ممكن تيجي؟ انا محتاجه اتكلم معاكي شويه. مفيش مشكله اصلا، بس الموضوع مش مستاهل يعني. دارين بليز اسمعيني، عايز اقعد معاكي بكره ممكن؟ على فكره انا معظم الشله دي اعرفهم بقالي سنين وهم ناس كويسه جدا، بس زيهم زي اي بني ادم عندهم عيوب. يعني انا بصراحه مش عارفه انا عملت ايه او ضايقتهم ازاي، مش حاسه ان انا غلطت في ولا حد فيهم. انت ما عملتيش حاجه غلط، وانا عشان كده خدت منهم موقف وقطعتهم، مع اني انا عارف هم عملوا كده ليه. يعني انا تقريبا عارفه، بس اللي انا مش عارفاه انت ليه صممت تقابلني النهارده. كنت عايزه اقابلك عشان اعتذر لك وعشان اقول لك اني انا قطعتهم فعلا عشان خاطرك. وليه تعمل كده؟ حابه اقول لك، بس الاول تقولي لي رايك في الاكل ده. تعالي. يوم ما شفتك من 3 سنين فاتت كان نفسي اتعرف عليكي، كان نفسي اعرف انت مين، بتعملي ايه. بس يوميها خدت بالي اني كان معاكي حد، صديقك، خطيبك. خطيبي. واحرجت، ما
حبيتش اني اقرب ساعتها، بس بيبقى كده في ناس بتعرفيهم ومن اول لحظه بتبقي عارفه انك عايزه تعرفيهم اكتر، وهذا اللي حصل معايا يوميها. طيب بصي يا ادهم، انا هتكلم بصراحه شويه لان انا ستريت فورورد. بليز. انا لسه خارجه من تجربه خطوبه مش احلى حاجه في الدنيا بصراحه، ويعني ماليش في موضوع الصحوبيه والحب من باب التسليه والحاجات دي، وانا شخص صعب بزهق متعبه جدا، فيعني فكك مني في الموضوع ده وخلينا friends if we can. طب انا هتفق معاكي على حاجه. نتفق. انت تعملي اللي انت عايزاه. ثانك يو. وتسيبيني انا اعمل اللي انا عايزه. ايه رايك بقى؟ مش كده احسن؟ Fair enough. اوكي. طب احكي لي بقى. انت بقى بتحبي ايه في الحياه الظريفه اللي احنا عايشينها؟ اكتر حاجه بحبها جدا هي السفر، عارف؟ يعني اروح بلاد جديده، اشوف كالتشرز ثانيه، اشوف ناس ثانيه، تيكينج اوف واللاندنج، ان انا بين السماء كده بين السحاب اكن عندي جناحات وطايره، فاهم؟ اتس اميزنج ادرينالين. انت كويس؟ ريز. انا تمام. لا شكلك مش تمام. لا 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 انا تمام. بس حسيت اني مش قادر اخد نفسي بس شويه. طب ليتس كول ات ا داي وانت تطلع تستريح. لا 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 انا احسن، انا احسن بكثير. شور؟ يا 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 تمام. بقول لك ايه، انت مش هينفع تمشي من غير ما تجربي التشيز كيك بتاعنا، احلى تشيز كيك في مصر.